آلاف من المتظاهرين ساروا في بروكسل قرب مقري المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي من أجل الاعتراض على مفاوضات التجارة الحرة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يورو نيوز التقط بعض المتظاهرين. الطبابة سترتفع تكلفتها في حال التوقيع على الاتفاق الذي قد يكون جيدا تجاريا لكنه ليس كذلك على المستوى الشعبي. اتفاقية بدأت المفاوضات بشأنها في العام 2013 وهي تلقى انتقادات واسعة في أوروبا. هل علينا أن نوافق على التضحية بنمط عيشنا من أجل القليل من النمو الاقتصادي؟ ألا توجد طرق أخرى تؤمن فرص العمل للشباب بشكل أخص؟ الاتفاق التجاري مع كندا قد يبرم في 27 من الشهر المقبل، بينما اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة فهو في حالة تعثر. إيفي كوتسوكوستا من يورو نيوز واكبت التظاهرة وتقول إن رأي العام المناهض لاتفاقية التجارة الحرة هو في تزايد مستمر بحسب استطلاعات الرأي، وهي استطلاعات تدل إلى أن 70% من الفرنسيين و 26% من الألمان يعتبرون الاتفاق غير مناسب.